نقول مساء الخير يا فايز، وإن شاء الله تكون بألف خير. أولاً نهنيك ونهني بلدك الإمارات العربية المتحدة وبلدنا كمان بالعيد الوطني 49، وألف مبروك كمان الأغنية. يا مساء الخير، أرحب بجميع اللي موجودين في الاستديو. الحقيقة كان ودي أشوفكم لكن أبداً ما ضبط الاتصال. أنا بقى مش عوض. نحن أنا موجود، أنا صبحي هاي وأنا فسان أنت مهند. يا هلا يا هلا، استقنالك والله حبيبي. منورين منورين يا حبايبي، والله كان ودي أشوف وجوهكم الطيبة حبيبي. وجهك الطيب يا فايز، وجهك الطيب فايز. طبعا لقبك سفير الألحان وسفير الفن الإماراتي، بالتالي أنت اليوم في تريندينج بتمثل زملائك الفنانين في الإمارات العربية المتحدة. كيف تحب تعبر عن اليوم الوطني، وإيش تحب تقول بهذه المناسبة؟ أول شيء أستغل هذه الفرصة وأرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وحكام الإمارات وشعب الإمارات. الله يعود علينا وعليكم باليمن والمقيمين على هذه الأرض الطيبة باليمن والبركات، وإن شاء الله بلادنا بأمن وأمان وعز تحت ظل حكامها وكل خط دفاعنا الأول. اللي أستغلها الفرصة أني أشكرهم خلال الأشهر اللي طافت، كانوا هم يعني الجندي المجهول، لكن الحقيقة قاموا بمجهود جدا طيب طبعا، وعسى أيامنا كلها أفراح. أمين يا رب. أمين يا رب. أمين. طيب فايز، أنا النهاردة حابة أبارك لك طبعا على الأغنية اللي سمعناها مع بعض، أغنيتك الجديدة، وعايز أسألك النهاردة هل أنت مع حصر الأغاني الوطنية بالتزامن مع المناسبات فقط، ولا المفروض يكون عندنا أغاني أكتر على مدار العام؟ والله أنا بالنسبة لي طول السنة تكون عندي أغاني وطنية. يعني من فترة نزل لي مع الفنانة أحلام رجل السلام، صح صح ونزل لي أوبريت أيضا عن سلطنة عمان في فنان العرب محمد عبدو وحسين الجسمي وأحلام وبلقيس نبيل شعيل، فؤاد عبد الواحد، طارق مرهون، وأيضا محضر لعمل وطني أوبريت إماراتي أيضا غناء أحلام وبلقيس وديانا حداد ووليد الشامي. حلو. وأنا إن شاء الله لأول مرة بغني أنا. لا بكل تواضع بكل تواضع. طيب.